أكيد طبعا، واحد من فواكه الكرة المصرية، واحد من حريفة النادي الأهلي اللي كنت بتستمتع بيهم في الملعب، وأنا بستمتع كمان لما بيكونوا موجودين معانا بشكل شخصي هنا في السادسة، كابتن محمد عبد الجليل ضيفنا النهاردة. مساء الخير يا كابتن محمد، وأهلا وسهلا بيك. ميرسي يا حبيبي، ربنا يخليك ليا، وأنا مبسوط جدا ببقى معاك. والله يا أحمد بحس إن إحنا والله أنا من اللحظة اللي بعرف إنك وافقت تشرفنا في الاستوديو ببقى منتهى السعادة. ده بيتي و طبعا بيتك طبعا، ده أكيد يعني ده الأهلي، وانتوا جايبين صور حلوه قوي كمان ليا. مبروك مبروك التاهل اللي قبل نهائي دوري الابطال. والله مبروك فعلا على جمهور النادي الاهلي، يعني فرقه من الفرق. صن داونز دي فرقه رخمه يعني، عارف حقيقي. بيلعبوا كره حلوه وكره سهله، بيلعبوا كره حلوه وجميله، بس برضو عارف ما تحسش ان هم مخربشين يعني. او يعني مش اللعب العشوائي اللي يخوفك، ما اصل انت في فرق بتنقل نقلتين وتروح مدخلك جوه ال 18 فيعمل لك دربكه شويه. هو الراجل موسيماني ارى الليله بتاعتهم من الاول، ماتشين ساب لهم الاستحواذ وسلبهم، ولعب برامي. مش المره الاولى اللي يلعب فيها موسيماني بالطريقه دي؟ لا يعني لا. في ماتشات كتير لا، اللي عملها فايلر. عملها مره فايلر مع سان داونز برضه. ايوه، حط محمود متولي قدام الاربعه. ايوه، نفس الراجل اللي عمله، بس حط رامي ربيعه المره دي. هو بيني وبينك انا لما شفت التشكيل قلت موسيماني بيلعب قمار، ما اصل بقى له كتير ما بيلعبش كده، فيا ترى هيجازف ويلعب. حظ الراجل ده حلو، معاه الشناوي ورا، معاه فرقه محترمه، معاه جمهور محدش ولا حرج، معاه اداره واقفه في ظهره، وهو كمان مش عيب ان انا اقول مدرب محظوظ يعني. اصل التدريب ده ممكن يا احمد يبقى 70-80% مهاره وشطاره وتكتيك وتكنيك، ولازم يبقى فيه 20-30% توفيق وحظ. بس هو ما خذلناش في ولا مواجهه مهمه ولا بطوله او ماتش او لقاء صعب او كبير. دي حقيقة. يعني كنت بتكلم في بدايات انه ظروفه مع الاهلي صعب على اي مدرب. يعني من اول ما تولى المسؤوليه جينا زنقناه على طول في قبل نهائي ونهائي دوري ابطال، وجينا زنقناه في دوري وكاس، ومع ذلك حقق. راح بطوله كاس عالم انديه لعب ثلاث ماتشات حلوين ورجع لنا ببرونزيه ولا اروع يعني. شكرا جزيلا. حتى في مشواره مع دوري الابطال السنه دي كنا شويه مش عاجبنا اداء الفرقه خصوصا في الماتشات المحليه، ده حقيقي. وحصل لنا شويه مطبات كده، لكن دايما كان حاضر يعني. ماتش فيتا كلوب في الكونغو اتعادلنا هنا، رحنا هناك لازم نكسب، قدمنا ماتش محترم جدا. سان داونز واحنا جايين هنا، انت عارف انه رمضان كان الاهلي ضرب مفيش شتيم. يعني بصراحه مفيش فرقه بتلعب ثلاث ماتشات كل ست ايام يا كابتن محمد. عندك اصابات، عندك غياب للعيبه مهمه زي حمدي فتحي، علي معلول، عندك لعيبه مش فورمه بقى يعني، بتحاول ترجع راجعه من اصابات، فلسه ما استعدتش لياقه الماتشات. ورغم كده رايح تلعب سان داونز، واحده من اقوى الفرق في دوري الابطال في النسخه الجديده. وقدرت تكسب هنا 2-0 وتتعادل معاهم 1-1. شابوه طبعا. بص، انت عمال تدافع وانا عايز ادافع، والكباتن في القناه في التحليل بيدافع. احنا مش متعودين يا احمد كلاعيبه الاهلي. ايوه، او جمهور الاهلي مش متعودين على الاداء ده. بنكسب وخدنا بطولات مع الراجل، دوري، كاس، سوبر، تالت عالم، بس احنا من جوانا بنحب الكره الحلوه. اكيد مفيش شك طبعا. الاهلي اللي هو بيتغذى كده بالكوره الجميله والمتعه والمهاره بتاعت اللعيبه. فانت طب انت فتحت لي سكه حلوه. اتفضل. انا لاول مره من فتره طويله هبتدي القائمه بتاعتي تكتمل. تمام. يعني ان شاء الله باذن الله احنا شفنا علي معلول نزل بتدريبات جماعيه، حمدي فتحي ان شاء الله راجع، محمد محمود الولد ده الحقيقه واحد من اكيد لا. انت حريف كبير. وعارف محمد محمود عامل ازاي. الله يعينه. ناصر ماهر يعني اعتقد انه شويه بشويه برضو، هو ناصر شخصيا كمان عايز ياخد فورمه عشان الاولمبياد. فالقائمه بتاعتك هتبتدي تكتمل، ضغط الماتشات يبتدي يقل. يعني فكره دوري المجموعات بتاع دوري الابطال خلاص ما بقاش فيه، الضغطه بتاعه الدوري المحلي ما بقاش فيه، هتلعب دلوقتي تاخد نفس عشان اصلح المسار والاهلي يقدم الكره الحلوه اللي جماهير النادي الاهلي اتعودت عليها. نعمل ايه يا كابتن محمد؟ هو الاول الدفعه بتاعه ان انت توصل قبل نهائي دي حاجه محترمه جدا. أيوه. ان شاء الله 5 ايام يرجعوا لنا بكاس السوبر، يبقى دفعتين تبتدي تخش الدوري.
والدوري السنه دي يا احمد مش سهل. الزمالك فرقه رخمه في الكوره، واللي ما يقولش كده يبقى مش بتاع كوره. أيوه. او مش لعيب كوره. هيتعبك في المنافسه. هيتعبك. هيتعبك لان فريق الزمالك دلوقتي بيعرف، هو خد منك البلس 90 دلوقتي، يعني ابتدى يكسب في البلس 90. أيوه. اللي ما كانتش عنده، فانت تخاف منه. انما الاهلي معروف ان هو في الزنقات هيعدي. رجوع اللعيبه علي معلول ده، ما يعني انا ما شفتش لعيب بيفرق مع فرقه زي ما فرق علي. ليه؟ أيوه. انت طريقه لعب النادي طب الاهلي. طب تسمح لي اقف عند علي معلول؟ طبعا. ونقول الو. 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 ايوه. ده كده كابتن جلجل. انا جبت الصوت على طول، على فكره هم ما قالوليش على الاسم، بس انا من اول الو. لا ده مثل الاعلى ده. كابتن علاء بيهوب نجم النادي الاهلي ومصر طبعا. ده مثل الاعلى كابتن احمد. برضه واحد كابتن علاء. الحمد لله ربنا يخليك يا حبيبي. والله يا كابتن انا فتحت عيني. انت طيب كابتن علاء. عرفت يعني ايه تشق على الجون على طول من حضرتك. فدي خدتها منك طبعا مع الفارق يعني حضرتك اعلى كتير يا كابتن. انت عارف. لا يا حبيبي انت عارف والله، اصل محمد كلمني محمد علي بيقول لي ده معانا النهارده مع احمد عبد الجليل. حبيبي. انت عارف انت من الناس اللي انا بحبها جدا يعني بره الملعب وجوه الملعب، وكنت لعيب طبعا. يا رب يخليك يا كابتن. اه والله بحب اتفرج عليك، ولما طلعت معانا يعني انت كنت اخويا الصغير يعني. يا كابتن ده شرف ليا ان حضرتك تقول عليا كده. لا يعني والله عبد الجليل ده انت، لا يا حبيبي انت لعيب كنت هايل ما شاء الله. حبيبي يا كابتن. بس الواد عادل عبد الرحمن بيحشر نفسه معانا ليه يا كابتن؟ وبعدين يعني عادل كل شويه يقول لك المثلث عبد الجليل وعمرو وعادل، طب انت مالك يا عادل؟ بس سلم لي عليه لما تشوفه، الواد ده بحبه اصلا. عادل ده جميل، وانتوا مجموعه كنتوا طالعين مع بعض مجموعه. الحمد لله. لا ده عادل ده حبيب قلبي ده، وعمرو نحب نكشه بس. وعمرو وهاني ما شاء الله مجموعه طلعت مع بعض كده. حبيبي يا كابتن. هو ده النادي الاهلي يا جلجل، انا كنت طبعا بتكلم عن النادي الاهلي دلوقتي، هو ده النادي الاهلي. صح صح. احنا طلعنا كده ان احنا كنا صغيرين لما كان اللعيبه الكبيره كانت تتفرج علينا وتتكلم علينا كلمه حلوه، الواحد بيبقى مروح البيت مش يعني مش عايز اقول لك الفرحه عامله ازاي. لما طلعت الفريق الاول ما كنتش متخيل مثلا ان انا جنب الناس اللي انا كنت بتمنى اشوفها دي. هو ده النادي الاهلي يا حياتي. بس قول لي يا كابتن علاء، يعني انا بيتهيألي انت، انا يعني كنت لسه بقول انه يعني طبعا احنا بنحب كل نجومنا، لكن في لعيبه بتبقى فاكهه، في لعيبه بتبقى بتحب تتفرج عليها وهي بتستلم وهي بتوقف وهي بترقص وهي بتسجل، وبيتهيألي انت وكابتن عبد الجليل من اللعيبه دي، اللعيبه الحريفه، اللعيبه الموهوبه. انت وانت في الملعب وانت ده، لا دي مش يعني انا شدت فيك مجروحه يا كابتن علاء، انت يعني واحد من لا علاء موهوب، ده 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 حاجه كبيره جدا عند كل جماهير النادي الاهلي. بس انا عايز اعرف الحريف في الملعب بالذات لما يبقى كابتن كبير في النادي الاهلي، لما بيشوف حد كورته حلوه داخل عليه في اللي طالع من الناشئين او لسه بيبتدي مشوار، بيتعامل معاه معامله مختلفه، بيديله نصايح، بيديله توجيهات، بيشتغل عليه ازاي؟ على طول يا احمد. انا لسه كنت بقول لك، انا لما طلعت كنت لما لعيب كبير يكلمني انا مش عايز اقول لك او ينصحني، انا مش عايز اقول لك عامل ازاي. بص يا احمد، انت اللعيب الحريف عينيك بتروح له. ايوه. بتحب تتكلم معاه، بتحب تشوفه، بتحب تقول له لو في حاجه بتحب تديله نصيحه. بص يا احمد، اللي احنا اتربينا فيه في النادي الاهلي والله مش عشان انا كنت في النادي الاهلي او مجامله، صعب تلاقيه في حته ثانيه. صعب تلاقي حد كده بيطلع انت بتاخد بايده وفي وقت عايزك يبقى احسن منه. يعني انت فاهمني؟ أيوة. يعني هي هو ده النادي الاهلي، عشان كده النادي الاهلي نادي مبادئ، نادي اخلاق، بيعلمك حاجات كده من غير ما حد يعلمها لك، انت بتشربها لوحدك. صحيح. لما اللعيب الكبير بياخد بايد اللعيب الصغير هي بتبقى عارف عاده فيا، ما انا فاكر اول ما لعبت حقيقي حد برضه اللعيبه الكبيره، اللعيبه الكبيره كلها يا احمد عايزاك تبقى، بص يا احمد اللعيبه عايزاك تبقى كويس، هو ده الفرق، مش عايزك تبقى وحش، انا عايزك تبقى كويس. صحيح. خلاص علاء بيستلمها من نجم كبير، بيسلمها لعبد الجليل، عبد الجليل بيسلمها لحد تاني، عشان كده النادي الاهلي يا احمد يروح يجي اجيال تمشي، النادي الاهلي موجود، النادي الاهلي ببطولاته، البطولات العظيمه اللي انت عمام تحصد فيها دي من زمان مش جايه كده صدفه. لا صحيح. ده جيل بيسلم جيل بيسلم جيل بيسلم جيل على اسس وعلى مبادئ وعلى ان هو انت ما انت انت عارف انت موجود فين. هو ده اللي بيفرق يا احمد بين اي حد في انديه ثانيه والنادي الاهلي. انت عارف موجود فين، فانت مقدر المكان ده،
عشان كده الناس كلها فاكره عبد الجليل. عبد الجليل ربنا يخليك يا كابتن. طبعا طبعا. بعدين انت متعني في التحليل والله يا كابتن علاء، لان انت بتاع كوره. راجل بتاع كوره والله حبيبي يا كابتن. لا انا مش عايز اطول عليكم يا احمد، انت معاك سعداء سعداء حريف وحاجه ممتعه جدا حبيبي يا كابتن. وانت جرجل معاك كمان احمد سمير حاجه ممتعه. الله يخليك يا كابتن علاء، ربنا يخليك. صح جميل يعني. كل سنه وانت طيب. وانت طيب وانت طيب حبيبي يا احمد. ميرسي يا كابتن علاء. ماشي يا كابتن. شكرا شكرا كابتن علاء. اصل ده مثل الاعلى ده. انا في 84 كنت بتفرج عليه لما جاب الجون في المصري. ايوه انت كنت بتتفرج على مين الاول قبل ما تنضم للنادي الاهلي، او قبل ما بتلبس فنيات نادي الاهلي، مين الناس اللي حببتك كوره؟ هو في غيره كابتن خطيب بيبو. يا لهوي انا كنت في ماتش المريخ في الدوري. يعني انا عايز اقول لك في جيل اتظلم انه ما شافش كابتن خطيب في الملعب. يعني انت عارف يعني النهارده مثلا بتتكلم على الجمهور اللي عنده مثلا 20 سنه 18 سنه بيشوفوا جوانه طبعا. لا بس يعني لا ما عاصروش الوقت اللي هو كان بيلعب. يعني انا كنت في الاستاد خطيب مش جوال بس يعني ماتش المريخ ده واحد هدف له برتقانايه قاعد يلطق. انت الحاجات دي كنت بتشوفها بتنبهر بيها. ايوه لما كان مثلا ينزل واحد من الجمهور والشرطه يروح جاري هو جسم الواحد بيقشعر. أيوه. بالحاجات دي انت فاهمني. وبعدين لعبت بقى مع مين؟ مع الكابتن طاهر ابو زيد طبعا، كابتن علاء ميهوب، كابتن بدر رجب. لا 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 حاجه في الكوره بتقعد تتفرج عليهم وهم بيلعبوا. بعدين طلع عليك وليد صلاح الدين، ومعاك عمرو انور، ومعاك عادل، ومعاك هاني رمزي. لا ما مش عايز انسى حد والله يا احمد. زي ما الكابتن علاء بيقول جيل بيسلم جيل بيسلم جيل، وبتنصح يعني بتتكلم. بس خليني اقول لك الموهبه الحرفانه يعني قلت شويه في الجيل الحالي. يعني قلت كتير. قلت كتير. والواحد ما بيصدق يشوف واحد يلعب لعبه حلوه. يعني مثلا كره قفشه اللي جابها الجون الثاني في نهائي افريقيا في السنه وهو بيحطها على فخده، بقول يا سلام لو طلتش. هي لطشت ولطش. ما انت قاعد بتتفرج. ايوه النهارده في ماتش بيراميدز وانيمبا قبل ما اجي لك. ايوه 1-1 ده اللي خلص. الجون بتاع ابراهيم عادل قطع الكوره، اقول له يا ابن الذين لو حطيتها لوب اقسم بالله راح اعملها لوب، راح داخله في الجون. عشان انا جبت جون زيه في بطوله افريقيا في اهلي الاتحاد الليبي. ايوه هناك على 18 وعملتها تشيب دخلت لوب. بس ما كانش بقى في بين سبورز الاذاعات والحاجات دي، يعني ما حدش شاف الجون ده. ايوه فهو بيعمل. فالواحد ما بيتصدق يشوف يا احمد والله لمحه لعيب. يعني مثلا الكوره كانت تيجي الواد وليد صلاح الدين ده، ايه ده ايه ده، بتفهمش شماله من يمينه. لما تيجي لحازم امام هو برضه بتفهمش شماله من يمينه. عبد الستار عبد الستار صبري علاء ميهوب ده كان في ثانيه في ثانيه يشق على الجون كده. لا بيجري كده ولا بيجري كده، الجون اهو. القصه فين يعني؟ يعني انا ما عنديش شك ان في موهبه بالظبط. يعني يعني انا متاكد انه ال 100 مليون في منهم خطيب، وفي منهم وليد، وفي منهم عبد الجليل، وفي منهم طاهر ابو زيد، وفي منهم علاء ميهوب، في منهم حريفه كتير. بس المشكله فين؟ وعلى فكره ده مش بس مش بتكلم على الاهلي، انا بتكلم على الكوره في مصر بشكل عام. انا في قطاع ناشئين بقى لي 5-6 سنين. أيوة. في لما بشوف بس لمحه واحد بتشم كده ان هو بيجي منه، بتقعد تقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل، بتنمي عنده الحته دي. اغلب اللعيبه احمد مصنوعه دلوقتي او مجتهده يعني. أيوة. بيجتهدوا في الملعب يعني، لكن مش مفيش الموهبه الفطريه. لما تشوف واحد كده بيقطع كده مثلا ويدوس على الكوره مثلا ويحطها مثلا وهو بيجري، يا سلام تسقف. بتشوف حاجات كده في لعيبه معينه في الدوري المصري بتقول لا الولد ده لعيب كوره، دماغه فيها الكوره. في حد حوالينا يعني لو انت بتبص على بطوله دوري الابطال مثلا، يعني مين اللعيب اللي في الفرقه اللي كانت موجوده في البطوله بتحس انه عنده الكوره دي؟ مين اللعيب اللي نفسك انت شخصيا مثلا انه اللعيب ده ممكن في يوم من الايام يلبس تيشيرت النادي الاهلي؟ حمد الهوني. حمد الهوني الترجي التونسي، لعيب من الحاجات بتاع طارق التايب. هو ليبي اساسا. هو ليبي برضه. سبحان الله. لا لا لعيب كوره تتمنى ان يجي النادي الاهلي. عندهم انا كنت لسه هقول لك ان الترجي عندهم 3 لعيبه رخمين، حمد الهوني، بن رمضان ده هداف وتاكلينج وبيدافع وبيهاجم، بن رمضان ده هداف الفرقه. ايوه ولابس 8 جاب جون اعتقد في ماتش اللي فات ماتش امبارح.
لا انا شفت له قبل كاس، ما اتفرجتش على ماتش امبارح. لا جاب جون امبارح. انما لعيب كوره بيوصل، هو مش معروف قوي يعني، الناس كلها حمد الهوني، طه ياسين الخنيسي، مش عارف ايه. أيوة. انما ده هو، واعتقد ان موسيماني هيركز عليه جامد. طيب ماتش الترجي دوت يا احمد، ما ينفعش الماتش ده نسيب الاستحواذ لفرقه الترجي. انا موسيماني سقفت له ان ساب الاستحواذ ليه؟ هو عرف هما بيلعبوا ازاي، بس الترجي زينا حواه كوره برضه يعني. أيوة. عفاريت كوره، فما يتساب لهمش الاستحواذ. طيب انا عايز اكلمك الاول على ماتش نهضه بركان. وانت عندك من النهارده، اول فرقه ان شاء الله باذن الله توصل النهارده بالليل. هم قررت قرارات اداره النادي ان نطلع من جنوب افريقيا على قطر هناك على طول، عشان بقى الدنيا في وقتها وفي راحه وما بقاش في اجهاد موضوع السفر ده. وخليني اكلمك شويه على استعداد الاهلي لماتش نهضه بركان، وانت شايف المباراه دي ازاي. تمام، بس خلينا نشوف الاول زي انفوجراف كده عن مواجهات الاهلي مع الفرقه المغربيه. احنا لعبنا مع الفرقه المغربيه كتير قوي، اعتقد حاجه و20 مباراه. اغلبهم كانوا مع الوداد المغربي والرجاء. يعني الوداد 10 تقريبا، والرجاء 6 ماتشات، والباقي مع فرق مختلفه بقى، جيش ملكي، حسنات، اغادير، يعني يعني مش فاكر قوي بقيه الفرق. خلينا نشوف التقرير ونرجع نتكلم على مواجهه مباراه السوبر بين الاهلي ونهضه بركان. انت مش بطل، انت بطل الابطال. يعني لما مع النادي الاهلي تعرف معنى بطل الابطال. انت فريق متعود يواجه ابطال كل الدول، ابطال كل، انا كنت بقول لحضراتكم انه السنه اللي فاتت دي الاهلي على مستوى العالم، الاهلي هو الوحيد على مستوى العالم اللي خاض مباريات رسميه مع ابطال من 4 قارات. الاهلي هو الوحيد اللي قابل ابطال من اوروبا، ابطال من امريكا الجنوبيه، ابطال من اسيا، وابطال من افريقيا. ومع ذلك بتستمر مسيرة المارد الأحمر. قابلنا أبطال كتير جدا في طريقنا الحقيقة، وعدينا بكتير من المصاعب، وعدينا بكتير من المشقات، لغاية لما وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها. وده قدرنا، وده قدر كل لعيبة النادي الأهلي، عشان تفهموا يعني إيه بس فانيلة النادي الأهلي. مرة تانية برحب بيك كابتن عبد الجليل. يعني ده مشوار الاهلي في مواجهات الانديه المغربيه، مشوار طويل طبعا. يعني طبعًا احنا شمال افريقيا الحقيقه واخده معانا شوط كبير، سواء مغرب او تونس، بس احنا متفوقين الحمد لله. متفوقين مفيش كلام. حقيقة. والسوبر كمان الاهلي سحب رقم قياسي، انت الفرقه اللي معاها 6 ألقاب سوبر، وبالتالي بيتهيألي يعني ان حظوظك اكبر في مواجهه نهضه بركان بطل المغرب. يا احمد، اسم الاهلي مرعب، مرعب في افريقيا. انا حسيتها وشفتها لما كنت بروح الاهلي افريقيا. افريقيا كانوا بيبقوا عارفين اللعيبه بالاسم في الاهلي. في تيشيرت النادي الاهلي، يعني انا ماسك قطاع ناشئين في المقاصه 5 سنين 6 سنين. أيوة. لما اجي هلاعب النادي الاهلي، لا ده عيد للولاد، بكلمك بامانه. شوف انا مثلت النادي الاهلي ومثلت الزمالك بس، وعارف يعني ايه العب ضد النادي الاهلي، وعارف يعني ايه، بس الولاد مش عارفه. الولاد نايمه بتحلم ان هي رايحه النادي الاهلي، راح تلعب النادي الاهلي، النادي الاهلي جاي لها. ايوه ده موضوع كبير، ويا ما اديت محاضرات فيه للاولاد عشان الرهبه دي تروح وما بتروحش. التيشيرت ده تقيل، فبمرعب لبتوع افريقيا. التاريخ بتاعه بيقول كده، التاريخ بيقول كده بالظبط محمد. تاريخ كبير. احنا بنعد مثلا 3-4 لعيبه في الترجي. ايوه. الترجي بيعد 7-8 لعيبه في النادي الاهلي. يعني احنا لما كنا نلعب مثلا مع افريكا سبور في نهائي افريقيا مثلا، شوتينج ستارز مش عارف ايه، لا كانوا بيقول لك رقم 10 ورقم 6 ورقم 8 ورقم 5 في الاهلي. انت فاهم؟ انت مثلا تقول ايه، كان افريكا سبور ارن سيرجي ماجي رقم 14 بس وخلصت. بس احمد وطاره كان فيرود بس، انما هم يقول لك جليل، يقول لك ابو زيد، يقول لك ميهوب، يقول لك مش عارف مين 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 مين. ليه؟ ده هو النادي الاهلي بجد. مرعب للفرق. النادي الاهلي لازم يستفاد من ال 30% الرهبه بتاعت نهضه بركان دي. اوعى تفتكر ان نهضه بركان دي مش عامله 1000 حساب للنادي الاهلي. ايوه. احنا شوف عاملين حساب لنهضه بركان، مش هو الفريق الواو، مش هو بطل المغرب قوي يعني زي الرجاء زي الوداد، والموسم بتاعه السنه دي مش حاجه قوي. عظيمه مش يعني. قوي. حتى لما كسب بيراميدز بجون كده، وقبل كده الزمالك متهيألي كسبه في النهائي، فمش ده الفريق اللي تخاف منه. ولكن قدر النادي الاهلي انه بيعمل حساب للصغير قبل الكبير، وده اللي لازم بيعمله ليه. بخاف انا بس من 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 الماتشات اللي بتتحسم، او البطولات اللي بتتحسم ماتش واحد دي، يعني ماتشات الكؤوس دي. عارف دايما ايه بتبقى فيها مفاجاه. ده احنا عتاوله فيها. مطمن انت يا كابتن محمد؟ لا جدا. لا اصل
نوعيه اللعيبه بتاعت الاهلي بتعرف ازاي تخطف. يعني هقول لك على حاجه، الراجل في الماتشين ايوه فكرني فرقه سان داونز فرقه مين زمان، الاسماعيلي. هما بيلعبوا بكره برازيلي كده. يا كابتن على العجوز وفكري والله يرحمه حازم وعماد سليمان، اقسم بالله احنا كانوا يدوخونا بالكره زي بتوع سان داونز، تك تك تك، واحنا نصبر نصبر ونروح تك لادعين الدوري ولادعينها وخلصنا الليله. انا فاكر ماتش اسكندريه 4-3 ده، فالاسماعيلي زي سان داونز كده. فانت النادي الاهلي بيعرف ازاي يكسب. سيبك تنقل ويعمل بس في لحظه انت عندك لعيبه عندها مهارات، والمهارات دي مش موجوده في فرق كتير. أيوة. يعني الجون اللي جابه طاهر اللي هنا في الماتش بتاع القاهره الجون الاولاني. يعني الكره ناحيه الشمال، طاهر لسه ما جاش على فكره. يعني انا بشوف طاهر في حته تانية خالص، يبقى حظه وحش. حاطط امل كبير جدا على طاهر، هو لعيب كبير. ايوه ولعيب كويس قوي، بس هو حظه وحش ان في الاثنين ثلاثه اللي جنبه مش فايقين شويه. يا عم حسين شحات فوق شويه، حسين صعبان عليا قوي. يعني بس كويس ان قعد شويه، ان شاء الله هيرجع قوي قوي. تقول ايه لحسين؟ يعني حسين من اللعيبه الحريفه برضو. ما يحطش ودانه مع الناس، ما يحطش ودانه معانا. يا حسين انت لو مش لعيب كويس مش هنقعد ننقدك ونقول لك يا حسين لا انت عندك احسن من كده. بس حسين كان في المقاصه. ويعني ايه حسين الشحات ده لما بيفوق بيفوق فرقه. يعني اخر جون بتاع الدحيل ده اللي هو انا بقيت اقعد ونط واقوم الجون بتاع اللي كده وكده ده كان الرجاء. ما دي حاجاته. أيوة أيوة. الرجاء والدحيل والدحيل هناك. ما دي حاجاته. طب انت مش عايز تعملها ليه تاني؟ اعملها وتتقطع يا عم، ما تقلقش، بس اعملها حسسني. حسين دلوقتي بيروح يا احمد على واحد ضد واحد بيروح لافف وراجع. ما هو انت لعيب كوره تعرف ان هو مش عايز، كان الاول يروح تك 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 ويعدي، تتقطع بقى يعدي تخبط في رجله وتعدي. كان عنده الثقه، هو الثقة رايحة منه دلوقتي. اللعيب لما الثقة تروح منه يستعيدها ازاي يا كابتن محمد؟ بالظبط، يدوس على نفسه، تمرين، يقفل ودانه. واحد ضد واحد هو عنده ميزة فيها، روح يا حسين، روح وتتقطع منك ما يجراش، مالكش دعوة. بس روح. لو عدى مرة واتنين الثقة هتيجي. دي هتيجي وهتيجي. أنا فاكر كويس كنا في وسط لعيبة عمالقة، مش هقول اسمه. لعيب كورة إيه؟ حكاية في التمرين، حكاية في التمرين، لعيب كورة. فبقول له انت يا كابتن يعني لا شفتك بترمي صروف في ماتش ولا ما اجيلك انا صغير في السن لقيتك بتحطها لي في رجلي. يقول لي انا بتشتم وانا قاعد على الدكه، فيا عم غلطوا انتوا مش مهم. هي دي الثقه، انا كنت اخد الكوره واروح. تتقطع بقى ما تتقطعش، الجمهور يزوم عليا ما يزومش. تلعب لعبك يعني. لا بروح اعدي من واحد واعدي، مره تيجي ومره اتنين ثلاثه بتتقطع مش مهم، بس حاجتي اللي انا بحبها. ايوه طريقتي. انا كنت معروف بالكنافه دي، فكنت اروح تخبط في رجلي مش مهم، اعملها تاني وتاني. هو النقطه اللي انت بتقولها، التفكير في زومه الجمهور دي طبعا بتخليك اساسا يعني مشتت. انت خلاص مش مركز، انت دماغك مش في الكوره اللي قدامك، انت دماغك في حته تانية خالص. حسين دماغه، بس هي برضو دماغه دلوقتي في السوشيال ميديا. ما فيش جمهور، بس لما تطلع مني كورتين ثلاثه هيكتبوا عليا. يا عم اقفل التويتر واقفل اقفل يا عم. صحيح اقفل. والله بجد. انا لغايه دلوقتي ما عنديش. ما الناس بتقفل. صحيح. لا اقفل وركز. طب ما تقول لي، قول لي الطريقه اللي يعني الى حد ما اخر ماتشين لعبهم النادي الاهلي كان بيميل فيهم اداء مستر موسيماني للناحيه الدفاعيه، سواء ماتش القاهره اللي احنا كسبناه 2 او ماتش بريتوريا. لا، في ماتشات في الدوري ما كانش فايقين برضو. يعني في ماتشات في الدوري يعني حظنا برضو حلو ان طيب احنا بنعرف نخلص. هقول لك حاجه عشان اقفل صفحه الدوري. تمام. اللي فات مات. ليه؟ لا هقول لك ليه. تمام. لانه انا بشوف انه الاهلي اتظلم بشكل كبير جدا في ضغط الماتشات. انك تسافر من اسكندريه ترجع على المحل على المنصوره على مش عارف فين، يعني اهلي في زمالك في اتحاد، في كانت صعبه عليك. نمشيها كده؟ نمشيها كده. نمشيها كده. وكمان غيابات. ما هو يا احمد الكلام ده نمشيها كده عشان هحاسب على اللي جاي. يعني بتكلم في انه همشيها كده. انت دلوقتي ما عندكش ضغطه الماتشات. اللعيبه يا كابتن مركزه في الكلام ده. اصل انت بتقول وانا بقول وعلام ايوب كان بيقول. ايوه. وشريف عبد المنعم كان بيقول وسيد كان بيقول. لا انت اجهاد اجهاد اجهاد. انت النهارده مطلع سان داونز، مش مطلع اي فرقه. انا مش بتكلم على طلعت او دخلت، انا بتكلم على حته الاجهاد. خلاص بقى اللعيب الاهلي لا يلعب ماتشين في اليوم يا كابتن. ده النادي الاهلي
بكلم هو احنا على ايامنا كناش نيجي من المنتخب نروح النادي نرجع من النادي نروح المنتخب. ما كانش فيه كل 3 4 ايام ماتش. انما كفايه ضغط الجمهور عليك، انت كنت تلعب و100,000 يا نهار اسود، ده ضغط لوحده. ولا تقول لي 3 ايام ماتش، ده ال100,000 دول كانوا كنت تعمل كده في الملعب. فانت دلوقتي لعيبه الاهلي وانا لو كملت لك السؤال فضل. ممكن تبقى وجهه نظري اوضح. اتفضل. دلوقتي مفيش ماتش كل 3 ايام، تمام؟ دلوقتي في ماتش تقريبا كل اسبوع، وافريقيا اللي كنت برضو بتلعب فيها ورا بعض النهارده عندك ماتش لعبته في 5، المواجهه اللي جايه مع الترجي ان شاء الله في 6، وان شاء الله لو تاهلت النهائي يبقى في 7، فعندك مساحه براحة كبيره جدا تحضر ورجوع لعيبه وتريح نفسك ورجوع لعيبه. ضيف على ده انه اللعيبه كمان اللي كانت بعيده بقى لها فتره ابتدت ترجع لك، ومنهم لعيبه مهمه جدا زي حمدي فتحي وعلي معلول. بيتهيألي انه علي معلول مفيش خلاف على انه ثلاثه اضافه كبيره جدا، حمدي وعلي واجاي، ثلاثة دولت موضوع اجاي بس ما يعني مليان شويه، لسه عايز يدخل فورمه ماتشات. اجاي لما رجع من الاصابه وعمل ماتشين جامد جدا جدا، كل كان نجم الاهلي. عارف ليه؟ كان اشتياق، كان حلاوه رجوع الملعب وحشه. ما احنا جربنا مره، انا كنت ماسك مدرب عام مع طارق يحيى في المقص، وكنا بقالنا اسبوع عاملين فتره اعداد اسبوع، وجي النادي الاهلي كان هيلعب بطوله افريقيا فعايز يلعب ماتش ودي، فطارق يحيى قال لي هنلعب ماتش معاه، قلت له اهلي ايه؟ انت هنبتدي بعد اسبوع فتره اعداد، هنشيل 6 7، انت عايز تحبط العيال؟ قال لي اسمع بس هنلعب عشان النادي الاهلي، قلت له نلعب. تعادلنا 2-2، اول ما الحكم صفر رحت رامي الصفاره وقلت لهم ما حدش يقول لي دراسات، ما حدش. كلمت الدكتور محمود سعد، ايه يا دكتور الموضوع؟ قال لي يا ابني ده اشتياق للكوره، حلاوه روح زي ما بيقولوا، انما انت لو لعبت ماتش بعديها باسبوع هتبقى زي الزفت. فاجاييه كان الماتشين اللي عملهم دول اشتياق للكوره، وكان يعمل كده ويعمل كده ويعمل. فكان في زي ما تقول اول ما الاشتياق ده راح ابتدى بقى، لان هو ما عملش هو الرجوع بتاعه كان لازم يطلع تدريجي. انا سنه 94 كل ماتش جون كل ماتش جون، فجه الجوهري الله يرحمه مسك الزمالك قال لهم عبد الجليل بعد 10 ماتشات هيحصل له دروب، فهو ما فهموش الناس، فبيقولوا له ليه؟ قال لهم هو نهى الدوري وطلع فورمه عاليه قوي. فعلا انا كنت ناهي ماتش المحله الجون العطاير نهائي الكاس، وكنت عامل الموسم ناهي ولضمنا على طول في الدوري، فكنت اعلى فورمه يمكن في مصر ساعتها. وفعلا 10 ماتشات ولقيت نفسي بعمل كده لوحدي وانا مش فاهم في ايه، ولا بسهر ولا بص. فسالت قالوا لي انت كنت وصلت فورمه عاليه قوي فلازم تنزل لك حصل لك دروب. فاللي حصل اجا ايه كده الماتشين دول كانوا واو، بعد كده مش عارف يجيب نفسه شويه 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 شوي ويتصاب ويرجع ويتصاب ويرجع. فلازم ده عشان كده علي معلول انا مش عايز الناس تفتكر علي لما يرجع هيرجع توب فور، لا مش هو علي بتاع الكروسات وتطلعه ويعملها لك، هياخد وقت شويه، ممكن يعمل لك ماتش عالي قوي بس ما حدش يطلب منه ان هو كل ماتش يعمل كده. لازم يتدرج سنه 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 عشان يوصل للفورم. انت كنت شفت ايمن اشرف من شهرين كان اعلى فورمه في مصر، ما انا كنت بقول ده في بدايه الحلقه. ايمن وهاني، ايمن وهاني، محمد هاني، برافو عليك، ومحمد هاني كل ماتش ساعة ما رجعوا لسه البلاستر اللي على الرجل ده انا بحس يعني ان هو متكلبش، حاسس بيه عضلاته مش شايلاه. ايمن فورمه الدروب بتاعه ده عشان اجهاد زي ما انت بتقول، شبع شويه لانه كان مستواه عالي قوي، هو محمد هاني فما يقلقوش ده يعني اسبوع 10 ايام ويرجع تاني للفورمه عادي ان شاء الله. طب ارجع لسؤالي مره تانية، اتفضل. الطريقه اللي لعب بيها مستر موسيماني تميل اكتر لانها تميل للناحيه الدفاعيه اكتر منها كره الاهلي اللي احنا متعودين عليها، هل تتوقع انه يلعب ماتش نهضه بركان بنفس الطريقه ولا هنشوف اهلي مختلف؟ لا هتشوف اهلي مختلف. شمال افريقيا ما سيبلوش استحواذ ابدا. لا شمال افريقيا حتى لو بني دعبس من اي بلد في شمال افريقيا كلهم قرود كوره زينا، يعني مغرب جزائر تونس فيهم الطبع بتاعنا، فلو سبت له استحواذ هيفرمك يعني واحد ضد واحد في نص الملعب، لازم انت لسه اغلب ماتشات الاهلي مع الترجي اللي كنا بنكسب فيها هناك 3 ورادس وتفاكر كنا احنا اللي بنضغط واحنا اللي بنستحوذ واحنا اللي بنمسك الكوره وبننقل. ده سيد عيد و اسمه ايه سيد حمدي، سيد حمدي، سيد حمدي مع جده بيقتلوا في ال 18، سيد عبد الحفيظ برضو ما هو معلم في 2000 و معلم عليهم في واحده في المقص. بعدين انت معاك ميزه بقى جامده قوي،
اول مره نادي الزمالك هيشجع النادي الاهلي في ماتش الترجي. لا 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 انا بكلمك بقى، انا قعدتي مع ناس زملكاويه كتير قوي. بقول لك إيه والله هو هم اصل اتقرصوا من الترجي شويه وزعلانين من الترجي. انت بتزعلني ولا بتفرحني؟ لا افرحك. لا هو انا افرح لما اعرف انه العادي انه الزملكاويه يشجعوا الاهلي قدام الترجي. لا مش العادي قوي يعني، ما انت عارف اصل لو ما فيش الشطه بين الاهلي والزمالك وشويه الكهرباء دي. بس الشطه بأدب. الشطه دي بيننا وبين بعض هنا. يعني انا ما شجعش الزمالك وهو بيلعب مع الاسماعيلي، ولا شجعش الزمالك وهو بيلعب مع بيراميدز. لكن ما لكن لما الزمالك يطلع يلعب بره انا طبيعي ان انا هشجع. انت هتشجع الزمالك. وانا هشجع. انما في ناس ما بتشجعش يا احمد. فالنهارده بس ده ابن بلدي في الاخر مهما كانت المنافسه بيني وبينه. إيه؟ بلا ابن بلدي بلا ابن عمي بلا ابن. بص الكوره بين اهلي وزمالك على مدار السنين ده موضوع تاني، بس دي حلاوتها يعني. أي. انما انا بقول لك هيشجعوا المره دي الاهلي من قلبهم، ان هم محروقين شويه من الترجي، متضايقين من الفصل اللي عملوه الترجي. بس انا كنت برضو بتابع على السوشيال ميديا كده هم عملوها في الترجي، يعني في ناس كاتبه انه ده حصل برضو في الترجي قبل كده او في الصفاقسي تقريبا يعني. من الزمالك؟ انا حصل مش قبل كده. بجد؟ فبيردوها يعني. طلعنا من القصه دي. نطلع من القصه دي. وخلينا في ماتش الاستحواذ بتاع التشكيل. حط لي التشكيل. الشناوي ربنا يحرسه، محمد هاني، بنون، ياسر انا اتريح ربيعه معلش. لان ياسر لو ما كانش جاب الجون وقبل كده. طب خلينا نقف عند خط الظهر، هنرجع له. او نبتدي خط الظهر من اول وجديد. يمكن تغير رايك. ماشي. بس نقول الو تاني يا كابتن محمد. الو ايوه ازيك يا ابني عامل ايه؟ مين ده؟ ما دويتو عمرو انور. دويتو يا كابتن محمد. محمود ازيك يا بيبو؟ ازيك يا عمرو؟ ازيك يا كابتن عمرو؟ يا خراشي بقى انا عرفت صوت الكابتن علاء مهوب ومش عارف صوتك انت؟ لا ده انتوا بقى لكم كتير ما اتكلمتوش بقى كابتن عمرو ولا ايه؟ الكابتن علاء مهوب نجم يا عمرو. لا بقى لكم كتير ما اتكلمتوش بقى. نجم صح. ازيك يا عمرو؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. ازيك انا فعلا بقى لنا كتير والله. ازيك كابتن عمرو منورنا. ربنا يخليك. لا بس واضح كده يعني هو لسه بيستعيد ذكريات وماتش المحله والتشيب باس اللي انت عملتها له. وبعدين تقول له الو ما يعرفش الصوت. هو احنا عايشين على الكوره دي انا وانت بس ولا ايه؟ الناس مش فاكره غير الكوره اللي انت عملتها لي وانا حطيتها في ماتش المحله، هي دي بس اللي فاكرينها لنا؟ الحمد لله. الحمد لله ان هم فاكرين برضو. ازيك يا حبيبي؟ منور الدنيا يا كابتن عمرو. الحمد لله الحمد لله. انت عندك ماتش يوم 26 بالتوفيق ان شاء الله حبيبي. يوم الاربعاء اللي جاي. يوم الاربعاء؟ ماتش فاصل في نادي السكه مع الزمالك طبعا. تتمرن انت يا عموره وربنا يكرمك حبيبي. يا رب يا مساء الحال. ان شاء الله كابتن عمرو حلقه السادسه يوم الاربعاء هتكون بقى هنبتدي الحلقه بعد ما الماتش يخلص ان شاء الله نتصل نبارك لك وتكون معانا على التليفون ان شاء الله باذن الله. يا رب. والله يا كابتن عمرو شهاده لوجه ربنا، انا في قطاع الناشئين بقالي خمس سنين ست سنين، فريق 99 اللي انت ماسكه 97 والله يا عمرو انت عامل معاهم انجاز، لان انا لعبت ال 99 دي من سنتين ثلاثه ما كانوش كده يا عمرو، ودي شهاده فعلا والله يا احمد ان هو ياخد بيهم بطوله السنه اللي فاتت، لان انا كنت بلاعبهم دايما. ايوه. ما كانش بالقوه دي حتى فريق 97 لما كان عمرو ماسك بصراحه. فده اشتغلنا سوا انا وهو كمان في المقص، مدرب كبير والله. أيوة. مدرب كبير كبير يعني، ربنا يكرمك يا عمرو. ورغم يعني في حدود معلوماتي كابتن عمرو ان في عدد كبير جدا من اللعيبه طلعت اعارات، ورغم كده الحقيقه الفرقه ماشيه ما شاء الله ما شاء الله، يعني نمسك الخشب ماشيه بشكل كويس جدا، وان شاء الله موفقين في حسم البطوله. طبعا احنا عندنا السنه دي قدرنا ان احنا نطلع 8 لعيبه اعارات يلعبوا الدوري الممتاز، فده طبعا عمل معانا دروب جامد جدا مع وعمرو احمد عبد القادر ده كان معاك في 99؟ ما ده واحد لعيب كبير قوي يا عمرو السنه دي. وطارق فارس اللي عندنا الباك رايت على المقصه فارس وشادي رضوان اعتقد وفخري وعربي بدر ومحمد عبد المنعم ومحمد شكري وصالح نصر يعني. لا ما انا بقول لك 8 لعيبه السنه دي طلعوا بسم الله ما شاء الله 90 بس. ايوه. غير الاثنين اللي هم بتوع 2001 اللي هو شادي رضوان وعربي بدر، فكل دول طبعا لا عملوا فرق جامد جدا، ولكن الحمد لله لعيبه برضو بتوعنا السنه دي كانت مين تقول اسمه دلوقتي وتفكر جماهير النادي بقى الاهلي بيه تقول لهم افتكروا الاسم ده كويس يا كابتن عمرو؟ والله انا شايف دلوقتي
انا شايف ان احمد عبد القادر سموحه تمام، شايف ان محمد عبد المنعم انا شايف ان الاثنين دول يعني السنه دي عاملين موسم قوي جدا جدا. ايوه ويعني في المستقبل، وخلي بالك والاثنين مواليد 99 انضموا للمنتخب الاولمبي اللي هو اساسا مواليد 97، فده برضو اكبر دليل على كلامي. كان شكري كمان ماشي كويس جدا بس لولا الاصابه اللي حصلت له والعمليه اللي عملها دي عطلته شويه. فارس ماشي كويس جدا مع المقاصه، بيلعب المباريات كلها بشكل اساسي. فانا شايف لا في مجموعه كويسه جدا يعني ان شاء الله باذن الله النادي يقدر يستفاد منهم كويس ان شاء الله، زي ما حصل للسنه دي، كان استفاده فنيه للعيبه واستفاده ماديه للنادي عن طريق الاعراض. انا شايف ان شاء الله في المستقبل اللعيبه دي هيكون ليها وضع كويس جدا في النادي ان شاء الله. سلام عليك يا صايد اللعيبه انت وصايد الجوائز انت والله. عامل لي فيها مصطفى حسين ماشي. لا انت مصطفى. انا مصطفى حسين ابو الاشبال. صح. توفيق يا حبيبي. ربنا يخليك يا رب. حبيب عم. موفق دايما على طول، ويمكن انت يعني دايما انت اشد بالمستوى التدريبي بتاعي، او ان انا عملت طفره مع فريق 99 او 97. لا انا برضو بقول للناس ان انت عامل طفره كبيره جدا مع فريق المقاصه ومع القطاع في نادي المقاصه. احنا لعبنا المقاصه على مدار السنين اللي فاتت دي في جميع الاعمار. لا انا شايف ان في شغل معمول كويس جدا، وشايف الجهد بتاعك المبذول باين جدا. السنه اللي فاتت انا يمكن بالاخص السنه اللي فاتت وانا قلت لك الكلام ده، لما في يعني فرقتين عندك ياخدوا تاني جمهوريه، انا شايف ان دي حاجه كويسه جدا ما كانتش حصلت قبل كده في النادي عندك. فانا شايف ان ده برضو مجهود المفروض يتحسب لك، وحاجه لازم الناس تعرفها، ولازم تعرف الفرق ما بين الناس اللي بتشتغل والناس اللي بتشتغل. ربنا يخليك ليا يا حبيبي، ربنا ما يحرمني منك يا عمرو. شكرا. سعداء حقك والله حبيبي. ده حاجه هي مشكله بس ان انا لما بتكلم عليك او انت بتتكلم عليا الناس بتفهم ان احنا عشان علاقتنا ببعض بنجامل بعض، بس والله ابدا. الشغل يا عمرو مهما جاملت يعني، انا مهما جاملت ومفيش نتائج على ارض الواقع الناس مش هتصدق كلام الواحد. صحيح. الحمد لله حبيبي. صحيح. ربنا يخليك يا عمرو. الواحد بيتكلم من واقع النتائج، بيتكلم من واقع التغيير اللي حاصل في القطاع، الله يخليك، سواء على المستوى الفردي او المستوى الجماعي. فهو ده اللي الواحد مشجع الواحد انه دايما يتكلم، ان الواحد ما بيتكلمش من فراغي. لكل مجتهد نصيب دايما يا كابتن عمرو. حبيبك يا كابتن. اكيد اكيد طبعا يا استاذ احمد، وانت عارف احنا كلنا يعني متربيين في النادي ونشأنا في النادي، متعودين على ان احنا بنبذل يعني اقصى جهد عندنا في المكان اللي احنا بنبقى متواجدين فيه. فانا شايف ان دي حاجه يعني اتزرعت جوانا، او النادي زرعها من جوانا، لان احنا يعني كلنا موجودين في النادي من احنا عندنا 12 و13 سنه. صحيح. دي حاجه اتزرعت يعني، دي حاجه من الحاجات اللي الواحد ما يعني موفق دايما يا كابتن عمرو، موفق دايما، وسعداء ان احنا بنسمع صوتك، وان شاء الله الاربع جاي نبارك لك ان شاء الله. انا بس قبل ما ارجع للتشكيل حسيتك كده، اصل انا برضو زيك بصراحه، انا متحمس جدا لاحمد عبد القادر، يعني متابعه وبتفرج عليه عشان الولد بحس عنده كوره مختلفه وسنه صغير ولسه برضو عارف، لما تشوف الموهبه دي مع النادي الاهلي بتشارك في بطولات، بتاخد خبره، بتاخد احساس البطوله، اعتقد كمان تفرق معاه في مستواه بشكل كبير قوي. هو لعيب كوره من الناس، بقول لك الواحد بيستنى حد كده عنده كوره كده شويه. أيوه. فالولد ان هو بياخد الكوره وبعدين يعمل كده ويعمل كده وبعدين يعملها، بص كده تقول لا ده مش زي مثلا ناصر ماهر لما راح سموحه يمسك الكوره. على فكره ناصر كان في الفريق 97 في الاهلي وكان ماسكهم كشري ساعتها. ايوه. لعبناهم كان لسه راجع من رباط صليبي، وكان فرقه المقصه عملت له يافطه، ونزلت له انا الملعب قبل الماتش وكان كشري موجود يعني. قلت له تعالى انا اسمع ان انت لعيب كبير قوي، فالعب ما تخافش. وانا منبه والله يا احمد، نبهت على لعيبه المقاصه، وكان ماتش يعني بنلعب على الاول او الثاني او الثالث يعني، قلت لهم اوعى حد يخش عليه جامد، سيبوه لانه ده مستقبل. هو الولد فاكر الكلام ده يعني، لو انت دخلت مره معاه قول له عبد الجليل وانزل لك الملعب وقال لك العب ما تخافش. ايوه. انه كان راجع من صليبي. ده انحياز الموهبه للموهبه الحلوه، وده الجميل في كوره القدم. انا اخاف، هو الولد خايف، اخاف واحد يروح ديب داخل فيه كده يبوظها له تاني. قول لي بقى التشكيل عشان نختم بيه حلقه النهارده. ماشي. نقول محمد هاني ان شاء الله. الشناوي طبعا محمد هاني، بنون
ياسر ابراهيم، يعني تحيز كده شويه مع ان رامي ده العشق بتاع رامي ده. طبعا طبعا جميل. ايمن اشرف تمام طبعا، مش هلعب واحد قدام لي الاربعه لان انا محتاج ان انا اللي العب كوره وازيد وقت. هيلعب السوليه برده ان شاء الله وديانج قدامهم قفشه. انا شايف ان ايوه هيلعب بحسين الشحات. هيلعب بحسين الشحات وهو لو لعب بحسين الشحات هو مدرب صايع، يبقى مدرب صايع جامد. لا يبقى تمام. مدرب ذكي، هو قرصه وقعده بس هو محتاج الحته دي. وطاهر ناحيه الشمال وفي قلب الشريف، وينزل بقى المعلم اجاييه وعلي معلول 5 دقايق كده. نتقابل دايما في السادسه وتشرفنا وتمتعنا دايما بكلامك كابتن محمد، شرفتنا ونورتنا في السادسه النهارده. سياح. شكرا لحضرتك وببارك لك مره ثانيه، وببارك لجماهير النادي الاهلي المره 17 في تاريخ النادي الاهلي تاهل لدور قبل النهائي في دوري الابطال. نقفل صفحه دوري الابطال، نفتح صفحه سوبر افريقيا، موفقين ومنصورين باذن الله ان شاء الله، ونزود في خزينه نادي الاهلي لقب سابع، لقب سوبر افريقيا ان شاء الله يوم الجمعه. كلامنا مستمر ومتواصل عن المباراه المهمه جدا على مدار الاسبوع. نقابل حضراتكم ان شاء الله بكره حلقه جديده والسادسه. تحياتي ليكم.